حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7. جنبنا لكم أكيد مجموعة من الأخبار من كافة إمارات الدولة بشكل عام وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. نرحب فيكم ورحب أيضا بزميلتي مروة. حياك الله يا مروة. حياك الله يا علي ويسعد مساكم مشاهدينا وإن ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. مواضيع متنوعة إن شاء الله بنبقى وياكم لين الساعة 8 و10. شكلي بزتشم سلامتك. بنبقى انت من الحين أظني... قاعد قبل الهواء قاعد تعطس يا حليلها وكل شوي تسحب بنبقى فيها اظني اني نقعت فيها بس انه مرت يعني بس انا من الزكام الخشم تعرفين يتسكر وقت الزكام فعلا. يلا الله يحفظك الله يطول في عمرك. الحمد لله كل شيء تمام. شو عندنا اخبار؟ عندنا اخبار كل اخبارنا ان شاء الله جميله وايجابيه. وتعرفين هالفتره طبعا الامه الاسلاميه تشهد يعني مناسبه غاليه على قلوبنا فعلاً. وما شاء الله كل الناس متفاعلة مع هذه المناسبة واللي ما راح الحج أكيد قلبه متعلق بالحج ودائما نحن نشوف الانستغرام بوستات فعلا السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي فعلا أن نعم. كل الحجاج موجودين هناك ولابسين الأبيض ما شاء الله عليهم. يا رب يا رب الله يتقبل منهم إن شاء الله ويردون بالسلامة. وعلى طبعا هذا الموضوع مروة مشاهدينا الكرام زادت هيئة مطار الشارقة الدولي قبل بدء موسم الحج فرق العمل العاملة في المطار كما خصصت موظفين إضافيين لتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج حيث تم تشكيل فريق عمل تيسيرا للحجاج في استكمال إجراءاتهم بصورة ميسرة. ويعد موسم الحج من المواسم المهمة التي تشهد حركة نشطة في المطارات لذلك يتم العمل على توفير مزيد من التسهيلات وبالتعاون أيضا مع الشركاء من أجل تقديم تجربة سفر مريحة لهم حيث شملت إجراءات العام الجاري توفير منصة خاصة لتسجيل الحجاج في البوابات الذكية إضافة إلى منصة لتخليص أيضا إجراءات مراقبة الجوازات للحجاج إلى جانب خدمة حمل الأمتعة مجانا ما جعل مطار الشارقة الدولي محطة مفضلة للمغادرين والقادمين على مدار أيام العام. فعلا يا علي وحرص مطار الشارقة الدولي على الارتقاء بمستوى الخدمات اللي يقدمها للمسافرين ولا سيما في المواسم اللي تشهد ازدحام كبير مثل موسم الحج وما يترتب عليه من زيادة عدد الرحلات الإضافية اللي تسيرها بعض شركات الطيران وارتفاع عدد المسافرين خلال هذه الفترة الأمر اللي يتطلب المزيد من الترتيبات والتسهيلات لتحقيق انسيابية الحركة في المطار. نعم طبعا نقول يروحون يرجعون بالسلام بإذن الله تعالى يا رب. والله يتقبل منهم بإذن الله تعالى خلال هذه طبعا الرحلة والله يرزقنا الروح إن شاء الله في شاء الله. المستقبل مواضيعنا أكيد متنوعة مشاهدينا الكرام وعدنا الكثير من طبعا المواضيع الإيجابية والجميلة. بنروح معاكم مشاهدينا الكرام لأول موضوع معانا هو مشروع دراسة حركة السحب على كوكب المريخ وأيضا لمدينة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي تعلن جاهزية المسالخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك في عام 2019 أيضا مبادرة المفتش الجمركي الآمن وأيضا كيف أنهم يستعدون لأيام عيد الأضحى المبارك فعلا وبنختم حلقتنا بالشعرة إماراتية تحصل جائزة فتاة العرب وبنتعرف عليها أكثر وعلى الجائزة اللي فازت فيها والحين بسير وياكم طبعا يا مروة نعم عندك تبدين انت؟ لا تفضل صدق والله نحن الرجال اولا مو بالنساء اولا تفضل بسير وياكم طبعا لاكاديميه الفجيره للطيران حيث اطلقت امس بالتعاون مع جمعيه مع الفجيره لخدمات الملاحه الجويه بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتوطين مخيم الطيران الصيفي للناشئين في إمارة الفجيرة يأتي المخيم الصيفي للطيران في إطار برنامج توعوي ترفيهي يستهدف تنمية معارف طلاب المدارس من البنين والبنات في مرحلة الثانوية حول صناعة الطيران وآليات عملها وتحفيزهم على تعلم تخصصاتها المختلفة والانخراط في العمل بها مستقبلا وبيستمر المخيم الصيفي للطيران حتى الخميس 8 أغسطس الجاري نشوف طبعا هذا التقرير للمشاهدين
توجيهات وأشراف من سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي وبتعاون من وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعاون مع الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية. أطلقت أكاديمية الفجيرة مخيم الطيران الصيفي. يهدف المخيم لتنمية معارف الطلبة من البنين والبنات في قطاع الطيران والتخصصات المتوفرة في هذا المجال، وتحفيزهم على تعلم تخصصاتها المختلفة للانخراط في العمل بها في المستقبل. طبعا المخيم يتضمن عدد أنشطة، منها المحاضرات عن الطيران والورش التعريفية عن الطيران وهندسة صيانة الطائرات والمراقبة الجوية وممارسة المهارات العلمية التطبيقية السيموليتر. نحن الحين في أكاديمية الفجيرة للطيران، استفدنا وايد أشياء في هذه الدورة، منها عرفنا كيف الطيارة تطير وشو يكون شو يسوي الطيار في الجو وشو المهام اللي على الطيار وشو التحديات اللي تواجه الطيار، وتعرفنا عن أجزاء الطائرة وكيف تطير. تعلمنا كيف نسوي وايد أشياء في الطيارة، كيف نقلع وكيف نهبط، واستفدنا منها هالتجربة وايد الحمد لله. كان يقولنا يعني ضغطوا هالدقمة وسووا هالشي وحطوا بريك، والله يوم دخلت حسيت بشعور وايد حلو. هم زمان كان خاطري أركب وأسوق طيارة حتى لو سيميليشن. والله الحمد لله أمس واليوم تعلمت أشياء كثيرة عن الطيران، وتعلمت عن الطيارة وأجزاء من الطيارة وشو تستفيد من الطيران. في النظر بدينا نتعلم عن كيف نقلع الطيارة وكيف نهبط، وفي العملي طبقنا هالشيء والحمد لله قدرنا نسويه. من قبل أن نركب كان يقول لنا لازم نكون عندنا تجهيزات ولازم نكون مرتاحين نفسيا، ونركب الطيارة وإحنا مطمئنين كل شيء. ركبنا وبعدين علمنا كيف نعمل تيك أوف، نسوي تيك أوف ونشغل الأنجنز وكل شيء قبل التيك أوف، بعدين أقلعنا وكذا شفت في واحنا في الجو، يعني ننزل الوينج مثلا او الالورنس او شيء نعدل على الاشياء وبعدين هبطنا. والحين بنروح لمشروع أبحاث الغلاف الجوي للأرض والمريخ الممول من المركز الوطني لعلوم التكنولوجيا الفضاء وكلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة طالبات من جامعة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر التاسع حول المريخ بالولايات المتحدة الأمريكية. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الطالبة بشاير علي سالم مرهش الزحمي والطالبة خلود حسن الشحي من جامعة الإمارات العربية المتحدة. في طبعا في هذا الموضوع راح نتحدث ان شاء الله ونعرف اكثر معاكم. حياكم الله معنا، نورتونا خلود وايضا بشاير. حياكم، سعيدين جدا بوجودكم اليوم. ببدا وياك بشاير والحديث عن طبعا المؤتمر التاسع حول المريخ بالولايات المتحده الامريكيه، خبرينا عن هذه المشاركه. نحن هالمره حظينا في المشاركه في اول مشاركة عالمية للطالبات ودكاترة جامعة الإمارات في المؤتمر العالمي عن كوكب المريخ اللي كان في أمريكا، تعقدها وكالة ناسا الأمريكية كل عدة سنوات، كل ما يكون في بحوث جديدة أو مشن جديدة. فتكلموا في المؤتمر عن ثلاث مشاريع جديدة اللي هم المشن الأوروبية والروفر الأمريكي ومسبار الأمل طبعاً اللي نعرفه اللي قدمته تم عرضها عن طريق معالي الوزيرة سارة الأميري. خلود، بالنسبة لك عدد الطالبات وخلينا نقول الدكاترة اللي شاركوا من جامعة الإمارات في هذا المشروع كان؟ بداية البحث كان 12 طالبة. نعم. مشروع قبل سنتين في عام 2017 تم اختيارهم من كليات مختلفة، في من كلية العلوم، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الهندسة، اللي عندهم اهتمام في علوم الفضاء أو الفيزياء أو أي اللي يتكلم عنه المؤتمر.
ست من هذه الطالبات شاركوا المؤتمر بالولايات المتحدة الأمريكية بإدارة المسؤول العلمي الدكتور عبد القادر أبو القاسم. أما بالنسبة للدكاترة اللي شاركوا بالمؤتمر عندنا الدكتورة خولة الكعبي من قسم الجغرافيا والدكتورة طريف الصميطي من قسم الجغرافيا والباحث كلاوس. ما شاء الله. بشاير يعني مثل هذه الرحلة وهذه التجربة شو تضيف لكم في مسيرتكم التعليمية؟ تعلمنا وايد أشياء في هذه الرحلة، وكان أهمها الثقة بالنفس، الثقة بأن نحن طلبة بكالوريوس من كليات الفيزياء والتخصص مالنا يخص الفضاء، فأن نقدم ورقة بحثية في مؤتمر عالمي لكوكب المريخ هذا كان فرصة طبعاً فرصة جميلة. نعم بما أن طلبة فيزياء فكان المؤتمر يشرح عن وايد ميشن في الفضاء كانوا بيرسلونها في السنوات القادمة. نعم خلود شو اللي دفعتش تدخلين عالم الفضاء؟ أحس إنه يعني للبنات أحس أظني هذا الشيء للأولاد. هذه طبعا صورة ذهنية يستفز فضولهم، ولكن كيف؟ لا أول شيء إنه احنا كبنات نفس لا تغيرت هاي الصوره هي بالعكس يعني احنا بالدوله عندنا دعمين والدعم كبير دعم كبير للمراه عشان تدخل هذا المجال فعلا. وطبعا كل المجالات العلميه مش فقط للاولاد، هي ايضا مفتوحه للاناث بعد يعني. فتشجيع قادتنا المستمر اللي يخلي تفكيرنا ابعد من الحيز اللي احنا نعيش فيه، وطبعا الدعم من الاهل يعني عشان نكون ندخل هذا المجال. الحمد لله ما شاء الله عليكم، طبعا اثبتوا وجودكم في هذا المجال، واليوم نحن نشوف يعني بالنسبه للنساء في الامارات يعني في عده مجالات مبدعات واثبتن وجودهن. بالنسبه لي طبعا مشاركتكم انتم في مثل هذه المؤتمرات كيف تؤثر في حين عودتكم للدوله وانتم محملين بكثير من الافكار تجربة جديدة؟ شو الأشياء والخطط التي ترسم للدولة وانتم راجعين من هناك؟ ليش السؤال يا بشاير؟ والله آملين أن نكون نحن اللي نصنع المشن في المرات القادمة. يعني نحن سمعنا عن المشن اللي بتصير وصارت وبيرسلونها، فآملين أن نعمل هالشيء في جامعتنا نحن. جميل، داخلية إن شاء الله. إن شاء الله. نعم خبرينا عن نبذة عن مشروع الغلاف الجوي للأرض والمريخ، شو هو بالضبط؟ بداية المشروع كانت في 2017، وكان البحث يركز على كوكب الأرض، ندرس الغلاف الجوي لكوكب الأرض والتغيرات المناخية اللي تصير عليه. لكن دعما لمشروع مسبار الأمل اللي بيصير بسنة 2020، فإحنا حولنا الدراسات عشان نركز على كوكب الأحمر وندرس أسباب هروب الغازات منه. نعم نعم ايضا يعني شو اللي لازم نحن نعرفه عن دراسه الغلاف الجوي لكوكب المريخ؟ هاي لكي ندرس الغلاف الجوي لكوكب المريخ يجب علينا معرفه كل ما يحتوي الغلاف الجوي لكوكب المريخ. فاهم شيء في الغلاف الجوي لكوكب المريخ هو بخار الماء. فمثل ما نعرف ان بخار الماء يتكون من هيدروجين واكسجين، فالمشكله اللي الحين صايره هي هروب الهيدروجين من الغلاف، فهذه أصلاً مشكلة يعني. طيب ما يؤثر؟ ما يؤثر إلى عدم حصول حياة يعني على كوكب المريخ. نعم. فآمرين أن من مسبار الأمل يعرف لنا أسباب حدوث هذه الظاهرة في كوكب المريخ. نعم. خبرونا عن مدى أهمية معرفة أماكن تواجد السحب الجليدية في كوكب المريخ. أحس على فكرة أني أنا الحين مبطلة كتاب جيولوجيا أو علوم أو ما أدري. لا بالعكس نحن فعلا أحس شيء صح ما شاء الله من طبعا ضيوفنا اليوم، أكيد المشاهد عندك سؤالات كثيرة وحاب أن يعني يعرف، فتأكدوا أن كل معلومة تقولونها توصل للمشاهد ويستفيد. بخار ماء وغلاف جوي يعني من زمان ما قريت عن هذه المواضيع، فعندي شوي فضول أعرف منكم الأجوبة. أوكي إحنا لما ندرس الغلاف الجوي إحنا بنحدد الأماكن اللي يتبخر منها الماء، أو بالأصح يتحول فيها البخار من بخار إلى سحب ثلجية.
فاللي يصير أن الماء على كوكب المريخ ما يكون بالحالة السائلة، فهو يتحول مباشرة من بخار ماء إلى ثلج، نظرا لأن كوكب المريخ يبعد عن الشمس والكوكب بارد، فما يكون في الحالة السائلة بسبب انخفاض الضغط الجوي. نعم، يعني فعلا المعلومات هذه ربما البعض ما يعرف عنها شيء. فعلا في بعض الأقاويل سمعتها أن في مياه على مثلا كوكب المريخ، ولكن هذه المعلومة بصراحة سمعت عنها لكن الحين أخذتها منك. وأنه في أثر حياة على كوكب المريخ ولكن مو متأكدين منه، صحيح؟ هو لم لين الحين ما شافوا أثر للحياة، لكن شافوا الأدلة اللي إنه في حد تتوافر فيها الحياة، مثلاً في أدلة إنه يوجد آثار للمياه، يعني الصخور تكون ملساء، فيعني إنه كان في ماء قبل هني. توقعون قبل بلايين السنين كان هناك، بس ما يبغى يخبرنا علشان ما نصير هناك. لا أنا أبغى أخليهم يعني يكتشفوا بروحهم، ما أبغى أحرق يعني الموضوع عليهم. عطوا المعلومات يعني من الآخر. إذا أعطيتهم المعلومة الحين خلاص بيوقفون دراسة. يعطيكم العافية، أنتم تقومون دور كبير أكيد في خدمة البشرية، مو بس الدولة، أكيد هناك تساؤلات كبيرة في العالم حول كوكب المريخ، فأنتوا ضمن هذا المشروع اللي يجيب عن الأسئلة اللي يبحث عنها الكثيرين بصراحة، من خلال طبعا هاي التجارب اللي من طبعا سنين طويلة، والناس والعلماء يحاولون طبعا يجاوبون على هذه الأسئلة. في بعض الأسئلة شوي علمية حابين نحن نسألها أيضا وتوصل معلومة للمشاهد. تكلمنا عن هروب بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي، هل هناك بعض الأسباب اللي يعني وجدت إلى الآن عن أسباب هذا الهروب، ولا لحد الآن هناك يعني علامة استفهام؟ لحد الآن علامة استفهام يعني، بس آمنين أنهم نسوا، ولا حتى قد... مثلا بعض خلنا نقول يعني بعض النظريات اللي طلعت، ليش مثلا بعض العلماء ما في أي نظرية؟ مسبار الأمل راح يكون هو المسؤول عن معرفة سبب هروب الغازات من كوكب المريخ، فإحنا يعني نأمل بدولة الإمارات إن بإذن الله تعالى إن شاء الله نعرف شاء الله. السبب اللي يخلي الغازات ما تستقر في كوكب المريخ، وأساساً الكوكب ذو جاذبية خفيفة، بس السبب مش أكيد، يعني إحنا ما نعرف ليش ما يوجد أصلاً غلاف جوي يحمي الغازات من الهروب. نعم، خبرونا عن برنامج الجي مارس، شو هو بالضبط؟ نبي جاوب. أوكي. برنامج جي مارس هو برنامج ممول من وكالة ناسا، فيه طبعا بيانات مهمة للكوكب. البرنامج موجود أونلاين، يعني أي حد يقدر يحصل هالمعلومات، فأي باحث أي حد يبي يسوي مشروع أو بحث يقدر يحصل الصور أو المعلومات عن الكوكب ومتاحة للجميع. إحنا بحثنا استخدمنا 680 صورة تقريبا. نعم، 680 صورة تقريبا عن كوكب المريخ عشان نعرف حركة السحب الجليدية على مدار السنة، سنة واحدة. جميل، هل هناك نتائج أولية للمشروع؟ كانت النتائج اللي لاحظناها وجود هذه السحب الجليدية في الأشهر الأولى من السنة وفي الأشهر الأخيرة من السنة. هذه كانت أهم النتائج. نعم، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، شاكرين لكم وجودكم معنا، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق للطالبة بشاير علي سالم مرهش الزحمي، طالبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والطالبة خلود حسن الشحي، طالبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا لكم، نورتونا، يعطيكم العافية، ومستمرين معكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، مكملين وياكم فقرات برنامجنا، والحين لمدينة أبوظبي ولبلدية مدينة أبوظبي اللي أعلنت عن جاهزية المسالخ التابعة للبلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2019. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ علي مصبح الكعبي، رئيس قسم المسالخ في بلدية مدينة أبوظبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. مرحبا، أهلا وسهلا، الله يحفظك، عساك خير، مسيك بالنور والسرور، حياك الله معنا، الله يحفظك. مشاهدينكم الكرام، يا مرحبا بك، بداية طبعا سعيدين جدا بوجودك، وأنا أود الحديث معك عن جاهزية المسالخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
نعم، بلدية أبو ظبي قامت بعقد اجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات المشغلة للوقوف على جاهزية جميع المصالح وتطبيق خطة عيد الأضحى. كما اهتمت البلدية بأماكن انتظار الجمهور عند تسليم أضاحيهم، حيث جاري تركيب خيام مكيفة وتوفير برادات المياه وتوفير عربات الأطعمة المتنقلة. أستاذ علي، خبرنا عن الخدمة السريعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم الموجودة عندكم. نعم، تم تحديد مسارات خاصة للنساء وأصحاب الهمم وكبار المواطنين. هذه المسارات تكون لها الأولوية الذبح. نعم، لتوفير الوقت والجهد عليهم. الله يجزيكم الخير. ما شاء الله، أيضا أطلقتم تطبيق ذبيحتي، وهذا التطبيق طبعا له خدمات كثيرة، خبرنا عن تفاصيل هذه الخدمات. نعم، هذا تطبيق توفير الوقت والجهد للمضحين، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع قطاع خاص. التطبيق يوفر للجمهور اختيار ذبيحتهم، أي نوع يحبونه موجود، وبالوزن والسعر المعين، وتذبح وتقطع وتحط في صناديق خاصة باللحوم وتنقل عن طريق سيارات مبردة خلال 3 ساعات توصل للعميل. نعم أستاذ علي، شو مؤشرات اللي تدل على صحة الأضحية يوم نروح نختارهم؟ في مؤشرات كثيرة، هي بعد الذبح طبعا الدكتور البياطرة عندنا هم يختصون في فحص الذبيحة. نعم. فحص نوع الكبد ولون اللحم، هني تحدد إذا كانت الذبيحة صالحة أو لا. نعم. نعم. أيضا نود يعني تحدث عن خطة بلدية مدينة أبوظبي في تقليل الزحام وأيضا تسريع إجراءات الذبح وتسليم الأضاحي، كيف عملتم على ذلك؟ زدنا عدد القصابين في المسالخ، وصل عدد القصابين إلى 500 قصاب في مسالخ أبوظبي، وجاهزين موزعين على 5 مسالخ. المسالخ موزعة مناطق جغرافية تغطي جميع احتياجات أهالي أبوظبي. أستاذ علي، في تنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي والهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، هذا التنسيق سنوي يصير قبل عيد الأضحى المبارك. نعم. لتوفير الأئمة لقيام بصلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد المسالخ أو الساحات الخارجية للمسالخ لتوفير الوقت للمضحين. نعم. يعني بعد صلاة العيد على طول المضحي يدخل للمسلخ. نعم، أيضا بالنسبة للأماكن يعني الاستيعابية التي ستستقبلون من خلالها الجمهور لطبعا استلام الأضاحي أو الذبح أيضا بشكل عام، ما هي المواقع التي تم تحديدها؟ مواقع طبعا في نفس ما ذكرت سابقا، وجود عدد 5 مسالخ. نعم. في مدينة أبوظبي موزع حسب مناطق الجغرافية اللي تغطي الاحتياجات السكان المنطقة. نعم. وتم توفير صالات انتظار مبردة. جميل. ومكيفة، والاحتياط عملنا خيام مكيفة زيادة، يعني لا سمح الله صار عدد كبير أو. نعم. جميل. أستاذ علي، خبرنا عن الأسعار، أسعار تجهيز الأضاحي، هل حددت ولا بعدها؟ الأسعار لا يوجد تغيير في الأسعار. نعم. الأسعار كما كانت عليه قبل العيد، اللي هي 15 درهم لذبيحة الضأن والماعز. نعم. و40 درهم للعجول والقعدان، والأبقار والجمال الكبيرة هي رسم الذبح و60 درهم. نعم. أكيد نحن شاكرين لكم دوركم الكبير اللي تقومون فيه خلال هذا الوقت طبعا الضيق، وفي نفس الوقت تقدمون أفضل الخدمات قدر المستطاع. شكرا لك الأستاذ علي مصبح الكعبي، رئيس قسم المسارخ في بلدية مدينة أبوظبي، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا، يا مرحبا فيك، حياك الله. وإلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، حيث نظمت أمس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ورشة تعريفية لراغبي الترشح في عضوية المجلس، وذلك في مقرها الرئيسي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. طبعا استمع الحضور إلى شرح واف لإجراءات الترشيح والإرشادات، المزيد في هذا التقرير.
فيما يتعلق طبعا بماذا يجب على المرشح الاهتمام فيه في المرحلة القادمة، وهو أتأكد من توفر جميع المستندات والأوراق المطلوبة لعملية الترشح، وأن يكون جاهز لتوفير هذه المستندات خلال المرحلة القادمة إن شاء الله، ليستطيع أن يسجل اسمه وعدم وجود أي إعاقة خلال هذه المرحلة. أيضا يجب أن يهتم في برنامجه الانتخابي، وأن يكون برنامجه الانتخابي مقنع وجيد، ويستطيع من خلاله أن يقنع أكبر عدد من الهيئات الانتخابية أنهم هم ينتخبونه، وأن يلتزم بما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وأن لا يعرض حملته الدعائية لأي نوع من المخالفة أو التدخل أو أي طعن قد يثار عليه في المرحلة اللاحقة. والله الحضور لازم يكون فيه نقاط إيجابية، خاصة هذه الورش الوطنية. يجب أن يتعلم كل واحد وكل إنسان شو الواجب عليه من هذا الوطن، يجب أن نأخذ فكرة، يجب أن نتعلم. إذا اليوم سبحان الله ما حضرت مثل هذه الورش التعليمية اللي قاعدة تغرزنا فعلا مفاهيم جميلة. هناك أساسيات في الحياة ربنا إحنا نتعلم فيها، لكن هناك نقاط سياسية لابد أن نعرفها في وطننا الجميل. اليوم سبحان الله عندنا الدكتور ما قصر بجميع تفاصيله، بجميع النقاط، بجميع الأسئلة اللي كان يسألونها الجمهور، كان جميل في رده في اعتباره. اليوم سبحان الله وإحنا نرى هذه النقاط في حياتنا، نعلم أن هناك ورانا قيادة رشيدة قاعدة تشارك الشعب في الكبير والصغير، قاعدة تشارك الآراء. اليوم سبحان الله بعض الأخوة كانوا يعترضون، يقول لك ليش أعمارهم مثلا 25؟ كان رد الشيخ، رد الدكتور عليه رد جميل، قال كل إنسان مواطن له أحقية في هذا المجلس. مشارك والله للتعرف على المجلس ومدى اهتمام في المجلس في المواطنين، وماذا تعريفهم الانتخابات، شو دور المواطن من ناحية المواطنين، أو شو دور المواطن من ناحية كبار السن أو كبار المواطنين بشكل عام، بحيث أن المرشح أو كزار يعرف شو دوره حق المواطن. وقيت صحف الهمم شفتها قريبة شوي من في الدعم لأصحاب الهمم. يلا يا صاحب همة، تعرش عن نفسك أساس تظهر قدراتك. قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، ولكن قبل لا نبدأ بسأل علي، بعدك تنطر العيدية من أبوك أو من الوالدة أو من الوالد ولا خلاص؟ ده كان زمان خلاص؟ لازم نحن نسوي عيديات. أنت تسوي عيديات موزع علي هذي، كل حد يصب دول وما يرضون بعد بعشر، صح؟ لا يرضون. نحن زمان الطيبين 10 و5 وخلاص. قبل الحين درهم الله يخليك، درهم وتروحين بقالة تشترين بعد 4 أشياء. الحين أقل عيدية 100، صح؟ الحين 150 أقل، وآخر شهر نستلف منهم. بنوك متحركة الأطفال يصيرون ما شاء الله. أيام قليلة مشاهدينا تفصلنا عن أيام عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة اللي تتطلب استعدادات وايدة عن جميع الأسر. وأجمل الأشياء اللي نسمعها وكلمات العيد هي عيدكم مبارك، كل عام وانتم طيبين، عساكم من عواد، وغيرها اكيد، واللي تزرع السعاده في قلوبنا وهي مو بس مجرد كلمات. انت طبعا حافظه هذه الردود، اذا قالوا شيء تردين عليهم؟ ايه من العاديين والفايزين اكيد. شو تردين؟ عساكم من عواد ولا ما ادري. قال شو من العاديين والفايزين. شكرا خلاص. بس خلاص شكرا. شو بعد؟ لا نحن عندنا بقول اعطوني العيديه. بيننا وبين الشباب يعني ندور كلمات صعبه، فنقولها عشان نشوفه متورط ما يعرف يرد. أنا أورطهم أكثر، يوم يعيدوني أقول أعطوني العيدية حق الوالد والوالدة، فهذه التوريطة. عموما طبعا الحديث أكثر على هذا الموضوع وكيف نحن نستعد طبعا للعيد مع أسرنا، نرحب بالدكتورة سلوى النقيب مستشارة أسرية. حياك الله يا دكتورة، سعيدين فيك. يا هلا، حييكم. الله يحفظك. شكرا جدا على الاستضافة الجميلة دي. تسلمي. نحن نشكرك، وفعلا موضوع مهم ونبغى نستفيد منك ونفيد أيضا المشاهدين كيف نقدر نستفيد من هذه الأيام المباركة
على جميع المستويات لو تقسميها لنا أيضا. والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم. لو هنتكلم عن الأيام دي فهي بنسميها أيام الفرص، أيام الهدايا، أيام المعجزات، الأيام اللي احنا العشر اللي احنا موجودين فيها. فرصة رائعة، مش رائعة، هي أكتر من رائعة، هدية ربانية فعلا، لأن كل واحد فينا يبدأ يدور على أكتر شيء ممكن يحجب عنه السعادة. إيه الشيء اللي بيعيق أني أنا أكون إنسان سعيد، أني أنا أكون إنسان مبسوط، أني أستمتع فعلا بيومي وبوقتي وأقدر قيمة أني موجود على وجه الأرض، على أني أنا الحمد لله أنا إنسان حي بتنفس، المفروض أني أستفيد من كل لحظة. في ناس بتعاني جدا من العصبية والتوتر، في ناس بتعاني من مشاكل في العمل، في ناس بتعاني أي مكان مشكلات اللي بيعانوا منها، أو خلافات مع الأهل أو الأقارب أو قطيعة رحم. الفترة دي فترة رائعة لتقديم العبادات، وقبل العبادات التقرب لله سبحانه وتعالى، وشكر نعمة الحياة في أني أضبط الشيء المش منضبط عندي. نعم. عندي خلاف، عندي مشكلة، عندي نقص في شيء ما، لا، الفترة دي فرصة ذهبية أني أستفيد من الروحانيات اللي فيها وأبدأ أشتغل على شخصيتي فيها. نعم. يعني الآية الكريمة إلا من أطى الله بقلب سليم، لم يقل الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بصلاة سليمة ولا صيام سليم ولا. فالفترة دي اللي احنا فيها أفضل ما تكون، لأن الإنسان يتقرب لربه فيها بإصلاح قلبه. نعم، هذا دور الجانب. على قلبك وشوف أنت واصل لحد فين، إيه. نعم. اللي محتاج ينضبط معك، هذا الجانب. نعم. الروحي طبعا فعلاً. والجانب الديني أيضا، هناك جوانب أسرية اجتماعية يجب أن يقوم بها الفرد. أكيد، ما هي دي اللي بنتكلم عليه. لو في عندي أي نوع من أنواع الخلافات، في عندي أي نوع من أنواع المشكلات، أو في نفور، في فتور في الأسرة الواحدة. إحنا دلوقتي بنشوف الأسرة للأسف الشديد موجودين مع بعض بيت واحد ولكن عايشين أغراب. نعم. سواء على مستوى الزوج والزوجة أو الوالدين والأبناء. شيء مؤسف بصراحة. نعم. فالفترة دي فترة أكتر من رائعة، الروحانيات اللي فيها أصلا كله عاوز يستفيد. صحيح. أنا عاوز أخد الثواب اللي فيها، أحب الأعمال إلى الله في الأيام العشر المباركة اللي احنا موجودين فيها. ما فيش أجمل من كده، استفيد بالعطايا وبالهبات الربانية، فرصة أني أخد قرار، لا أنا حياتي هتمشي مستقيمة ومش هيكون فيها ثغرات أو فيها خلافات. ما فيش حد بيعيش حياة كاملة 100%، لا، ما فيش حياة وردية، ولكن النقائص اللي فيها وبالذات مع المحيطين. ما أسوأ يوم العيد لو وصل وإحنا في خلافات ما بيننا، في الزوج والزوجة متخصمين، الأم متخصمة مع أولادها. أفتكر يوم ما كان عندي حالة استشارة بتقولي أنا ليا 6 شهور ما كلمتش أولادي. أوف أوف. في بيت واحد، دي كانت الصدمة، وتشتكي من أنهم سيئين جدا. قلت لها طيب ودورك أنت، فين دورك؟ مفروض الأم اللي تجمع، مش الأم وبس، أنا كبني آدم، أنا مش هحاسب اللي قدامي، أنا مش هلومك أنت بتعمل إيه، لا، أنا ألوم روحي. صحيح. أنا أديت الدور اللي عليها ولا ما أديتوش. صح. فهي دي، كل واحد ياريت أي حد بيسمعني ياخد الخطوة دي ويبادر. القوي هو اللي بيبادر. فعلا. كان الدكتور طارق الحبيب دايما كان بيتكلم على النقطة دي ويقول الأعقل في الحياة الزوجية هو المسؤول عن جودتها. صحيح. الأعقل في وبشكل عام الأعقل هو المسؤول عن جودة الحياة، مش إني عايش أدينا موجودين أفراد وخلاص مع بعض، لا، لازم أكون عايش حياة بجودة عالية. صحيح. دكتورة سلوى، نرد لموضوع العيد، كيف نستعد من اليوم ليوم العيد؟ بقرار إني أكون إنسان سعيد من دلوقتي. عندي مشاكل، عندي خلافات، احنا مش بنقول كل واحد معاه عصا سحرية وفورا انا هقدر اغير الواقع اللي حواليا، لا، في حاجات ممكن تكون مستعصية او انا بذلت من الجهد فيها ومش بتصلح. خلاص، قراري بان انا اكون سعيد، استمتع بادق التفاصيل في حياتي، ملابسي مع اولادي، اعمل جدول انا هقضي العيد ازاي، هعمل ايه. في ناس كتير بتقول لا احنا ما بنخرجش، انتوا بتتكلموا في ايه، يعني لا مش متاح لينا او ظروفنا او ايا ما كانت. استمتعي وانت في مكانك وانت في بيتك. مجرد ما تدخل دلوقتي عالم الانترنت مفتوح، يا دوب اكتبي كيف استمتع، كيف استمتع، مش عايزه اكتر من كده. نعم. في يوم العيد او العاب جماعيه مع اولادي او ما شابه ذلك، هتعمل كتير قوي. مجرد اني ابدا اهيئ الاولاد، احنا في عيد هيدخل علينا، عايزين نفرح، عايزين نتبسط، ونحمسهم الحاجات، العيديات، مش العيديات بس، لا، التوزيعات دي بصراحه يعني هي عاده اماراتيه، انا شفتها هنا وعجبتني جدا.
بيستعدوا قبل العيد، لا ما بيكونش فيه عيديات وخلاص، لا ده احنا بنعمل هدايا وبنوزع، اي حد بنشوفه بيتوزع عليه، فرحه بتنتشر على كافه الارجاء سواء في بيتي او لابناء المنطقه أو برا ايضا بيتي. احس في ايضا توزيعات. انا عشان كده بقول بحب جدا الموضوع ده، والفجيره ما شاء الله من الامارات اللطيفه اللي فيها تالف كتير في النقطه دي فعلا. فيوم العيد بيكون أكثر من رائع. أيضا بالنسبة لكيفية التعامل مع الأبناء وحتى الأسرة بشكل عام، كيف التعامل مع بعض في فترة يمكن يكون التركيز أكثر على تجهيز أغراض العيد، ويكون في ستريس شوي، موضوع مصاريف، موضوع تجهيز السفرة، موضوع كيف مثلا شو بشتري لولدي ملابسه او البنت او حتى الزوجه نفسها تبغى تشتري، والاب في جانب اخر مسكين لازم يوفر بيزات، يعني في ضغوط شوي تصير خلال هذه الفتره، وربما شيء يطغى او شيء ثانوي يطغى على الشيء الاساسي واللي هو لازم نحن نركز عليه. فكيفيه اداره كل هذه الاشياء خلال هذه الفتره الوجيزه، وايضا والوصول للهدف المنشود، يعني شو الشيء اللي لازم انا اسويه في العيد وما أخلي شيء يطغى على شيء؟ ترتيب الأولويات. لو أنا أولويتي أن العيد ده يكون فعلا عيد سعيد، وأنا شخصية لازم أتمتع بسعادة كبيرة في يوم العيد، ومصرة على أنه ما يعديش إلا وهو ذكرى جيدة وحلوة لأولادي، خلاص أنا عندي قراري أن أنا هكون سعيدة. دايما بقول الجميع يتجمع حول الأم السعيدة، محدش عاوز أم بيرفكت، أم ناجحة، أم معطاءة، أم متفانية، لا، ولكن الكل عاوز أم سعيدة، عايز أب سعيد. الجميع يتجمع حول السعداء، مش الناجحين أو اللي بيبذلوا من الجهد كل ما في وسعهم، ولكن للأسف الشديد بيدهولنا بنكد أو بضغط شديد بيظهر من الأم والأب، وبيضيع فرحة العيد، لا، ويخزن في الذاكرة عند الأولاد إن بابا وماما من سارق السعادة. مش هم اللي بينشروا السعادة، لا، هم في العيد بيعملوا ده وده وده، حاجات سلبية جدا. احنا لحد النهاردة بنفتكر أبائنا وأمهاتنا كانوا بيعملوا معنا ايه في العيد، ونقول احنا كنا، وبنحكي لأولادنا بابا كان بيعمل معايا كذا، ماما كانت بتعمل معايا كذا، الحاجات الإيجابية اللي فيها. لكن لو كان سلبي كنا برضو هنفتكر. فكل واحد يقرر من دلوقتي، انا عاوز يوم العيد يترد لي ازاي، أولادي بعيد عني تماما ولا هم موجودين ومحتفظين بالذكريات الجميلة اللي انا وضعتها فيهم. نعم، إن شاء الله يكون هذا العيد يجلب معاه السعادة يا رب للجميع، ويمحي كل الاكتئاب والحزن والزعل والمشاكل وكل شيء إن شاء الله يا رب. دكتورة سلوى النقيب مستشارة أسرية، نورتينا اليوم في استوديو 7 على 7، وشكرا على المعلومات اللي زودتينا فيها، وعيدك مبارك إن شاء الله مسبقا. مشاهدينا شكرا حبيبتي. مشاهدينا بننتقل لفاصل، عقبها مكملين وياكم برنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، والحين بنسير وياكم لمبادرة التفتيش أو المفتش الجمركي الآمن في جمارك دبي، بنتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع. للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف مباشرة الأستاذة خولة السليس، مدير إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي. أهلا مرحب فيك. أهلا فيك، حياك الله. هلا فيك يا حبيبتي. خبرينا عن مبادرة المفتش الجمركي الآمن. أطلقت جمارك دبي مبادرة المفتش الجمركي الآمن، وهي عبارة عن حملة لتعزيز الوعي لدى مفتشين جمارك دبي، مرتبطة بجوانب الصحة والسلامة المهنية، وتعنى بضرورة ارتداء معدات السلامة الشخصية وفائدتها، كذلك توعيهم فيما يتعلق بالمخاطر اللي يواجهونها أثناء ما أداء مهام عملهم. طبعا تختلف هذه المخاطر باختلاف بيئات العمل المختلفة. جمارك دبي لها مراكز ساحلية، برية، مطارات، وصولا إلى جبل علي. نعم. طبعا تشمل الحملة كذلك جانب التوعية الصحية للموظفين، وهي تم إطلاق 3 فيديوهات قصيرة، كل فيديو عبارة عن 60 ثانية، تم إرسالها لجميع الموظفين إلى هواتفهم النقالة لضمان إيصال الرسالة التوعوية للجميع. نعم. بما فيه موظفين طبعا المناوبات والعاملين في الميدان. جميل. أستاذة خولة، ما هي معدات السلامة الشخصية المتاحة للمفتشين، مفتشي الجمارك بشكل عام؟
في عندك الكمامات ذات تقنية الفلاتر العالية الجودة، الحذاء الواقي، عندنا أجهزة لنسبة قياس نسبة الإشعاع تسمى الدوزميتر، كذلك في أجهزة لقياس الغازات الضارة ونسبة الأكسجين، في سترات سواء السلام العكس لعمل ميداني أو سترات التبريد، الخوذ، القفازات والنظارات لحماية العين والمصابيح اليدوية. نعم نعم. أستاذة خولة، خبرينا عن مدى ضرورة تعزيز ضباط الجمارك لارتداء معدات السلامة الشخصية. معدات السلامة الشخصية هدفها الحفاظ على سلامة وصحة المفتش، وهذا من أولويات طبعاً جمارك دبي، لأنهم هم خط الدفاع الأول لحماية الدولة. ارتدائهم المعدات الشخصية السلامة الشخصية تحد من إصابات العمل وتقلل من أثرها لا قدر الله في حالة وقوعها. كذلك المفتش الآمن، لما يرتدي هذه المعدات السلامة يعطي إحساس بالأمان، وهذا ينعكس على أدائه فيزيد من إنتاجيته وسعادته. صحيح. نعم، أكيد دور ضباط الجمارك دور كبير. ما هي المخاطر التي قد تواجههم أستاذة خولة في المطارات بشكل عام أو خورت بي أو الأماكن المتواجدين فيها؟ طبعا المخاطر مرتبطة بحسب طبيعة وبيئة العمل، بس هي متحورة عموما حول التعامل مع المواد الخطرة والمجهولة، المخاطر الإشعاعية، مخاطر تفتيش السفن التقليدية والحاويات، كذلك المخاطر الصحية وغيرها من المخاطر. يعني دور إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي لإطلاق ونجاح هذه الحملة. الشؤون الإدارية هي صاحبة المبادرة والمحركة، حيث قمنا بدراسة بيئات العمل المختلفة الموجودة عندنا والمخاطر، وعملنا جلسات عصف ذهني طبعا بالتعاون مع الإدارات المعنية، وضعنا خطة وسيناريوهات الفيديوهات، وتم لنا الإشراف على التصوير، ومن ثم أطلقنا الفيديوهات والمبادرة. نعم. أستاذة خولة، ما هي مبادراتكم إن شاء الله القادمة للحفاظ على سلامة مفتشي الجمارك؟ حملة المفتش الجمركي الآمن هي في مرحلتها الأولى، وإن شاء الله يتم أطلاق المراحل الأخرى تباعا، لكن كذلك عندنا مبادرات أخرى خاصة بسلامة المفتشين جمارك دبي، منها مبادرة تكريم المراكز الجمركية الأكثر التزاما وتطبيقا لمعايير الصحة والسلامة المهنية. كذلك هناك حملات توعوية مختلفة ومبادرات منها الصحية، سوف إن شاء الله تكون على الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذة خولة السريس، مدير إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامجنا، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، والحين بنسير لطبعا الشعر والشعر ديوان العرب، ونروح لهذا الخبر الجميل حيث أعلن بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بدولة الإمارات عن فوز الشاعر الإماراتي يفطيم الحرز بجائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر الشعبي في دورتها الأولى. للمزيد من التفاصيل رحب الحين بضيفتنا في الاستديو الشاعرة الإماراتية فاطمة الحرز الحاصلة على جائزة فتاة العرب. يا هلا ومرحب فيك. الله يرحب بك يا فضلة، نورتينا فتاة العرب بوجودكم. خبرينا عن الجائزة اللي فزتي فيها فاطمة. بديت روحك. الجائزة هي تكريم للشاعرة الراحلة شاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. لأن هي رمز من رموز الشعر ومدرسة من مدارس الشعر في الإمارات، وموروث إماراتي شعبي. فجمعية الاجتماعية، الجمعية الاجتماعية الثقافية في الفجيرة، حبت أنها تسوي جائزة تكريما لروحها، وتهدي هذه الجائزة لمن مشى على خطاها والتزم بالعادات والتقاليد الإماراتية والتزم بها، ويعني مثل ما تقولين برزها في هوايته من خلال الشعر. نعم. فطيم ما شاء الله عليك، رغم أنك يعني صغيرة في سنك ولكن كبيرة في عطائك وفي إبداعك اللي تقدمينه في مجال الشعر، وأنت اليوم ما شاء الله أخذتي الجائزة والمركز الأول عن جدارة في النسخة الأولى، ودائما النسخة الأولى هي التي تذكر. شعورك وانت تستلمين هذه الجائزة، ويعني وانت واقفة على المسرح تستلمين هذا الدرع الغالي، خبرينا عن هذه اللحظة. طبعا أحب أوضح أن هي مش مسابقة. نعم. وما فيها أبدا مراكز ولا فيها لجنة تقييم، أو
يعني مقيمين للقصيد ولا فيها مراحل. هي بس تمنح يعني تكون في لجنة خلف الكواليس يبحثون عن الشاعرة اللي حابينهم يمنحونها الجائزة. يعني في معايير خاصة في أشياء خاصة هم مروا فيها عشان ينتقون الشخص، ما شاء الله. مش أن حد بيشارك إذن هذا انتقاء ولي. يعني هو أجمل أجمل أن الواحد يشارك في يعني مثل مسابقة، فعملية الانتقاء هذه عن جدارة أكثر. سلام ما تقصر علي المفروض يعني أنا وأنت الحين ما نسأل فاطمة لما نسمع شيء من شعرك وكتاباتك. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا دائما أحب أبدأ بالوطني. يلا الوطني أول. أقول بسم رب خالق كل العبادي، بسم رب خالق كل العبادي، نبتدي بقول لناجز لنعده، من حبر وجدان صادق له مدادي، سطر حروفه وداعي البوح شده، يا وطن يا وطن لك حق نولك فضل سادي، يا وطن لك حق نولك فضل سادي، علملا خيرك علملا خيرك، فلا نقدر نرده دار زايد ليبها قوة تحادي، سبع لو تبغي الرقم بيدك تعده، بالتعاون شوفها وحده ليادي، والذي ضدك ترانا نصير ضده في القمم، رفرف على مناي المعادي، عينك تشوفه ولا توصله حده، كلنا نردد معا عيشي بلادي، صوت واحد قلب واحد روح وحده، في خليفة نشوف زايد بالوكادي، مرحل زايد خليفة يصون عهده، طيبه وجوده عفضل طيبه وجوده عشعبه بازديادي، الكريم اللي بسط راحات وده، يا عسى يا عسى عمر الوطن كله عيادي، وشعبنا يهنا ودام الله سعده. صح لسانك ان شاء الله عليك. صح لسانك شعرتنا ما شاء الله فعلا كلمات جميله، واصدق الشعر يكون في الوطن دائما. اليوم ما شاء الله تميزتي في هذا اللون الشعبي ومفرداتك المتميزه عن باقي الشعراء، واكيد ما نقص في اي شاعر اخر، كل حد متميز في مجاله وفي مدرسته. لون الإماراتي الأصيل التزمتي فيه، شو هي رسالتك من خلال حمل هذا الموروث الأصيل حسب ما هو طبعا استقيتيه من شاعر مثلا الشاعرات اللي قبلك مثل المدرسة طبعا الله يرحمها عوشة بنت خليفة السويدي؟ رسالة أن هذا الموروث الشعبي حرام يندثر، لازم كلنا نحييه ونحافظ عليه، لأن هذا ورث جدودنا، هذا تراثنا. فهذه رسالتي من خلال إصراري على يعني التركيز على هذا اللون بالذات. فاطمة خبرينا كيف تقيمين تجربتك الشعرية لليوم؟ الحمد لله يعني الحمد لله راضية عن اللي وصلت له، بس أكيد ما بكتفي يعني، ودائما أطمح للأفضل وللمزيد. نعم. ما في جديد فني؟ لأن أنا أحب أفاجئ الناس. الناس تبغى تسمع، من زمان ما سمعت شيء طبعا. أنا أحب أفاجئ الناس، ما أحب أعلن قبل. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق بإذن الله تعالى. في مسابقات إن شاء الله في المستقبل حابة تشاركين فيها ولا؟ أنا ما أشارك في مسابقات. ما في أي ممنوع، في بعض الشعراء يعني ما يحبون على فكرة يلتحقون مثلا مسابقات، بالعكس هم يقدسون شعرهم بحد ذاته، ما يمنحون فرصة لأحد مثلا يقيمهم، هل أنت مع هذا الشيء ولا؟ أنا ضد المسابقات، ولكن أكيد أحترم جميع الآراء في هذا الشأن، لأن يعني أنا أحس أن هاي مشاعري، مو بلأن يعني خايفة حد يقيم قصيدي، لكن أحس أن القصيدة عبارة عن مشاعر، تخيل واحد يعني يقيم مشاعرك. صح. أنا شيء أخذها من هالمنظور، ولكن في ناس يعني أنا أشوف أنهم ناجحين بالعكس، يعني هذا مجال طيب، والمسابقات يعني ما شاء الله شاعر المليون وراعي القصيد برامج ناجحة. نعم جميل. طيب خبرينا عن خلينا نقول مثل أعلى لك من الشاعرات الإماراتيات، من هم؟ أكيد الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي الله يرحمها. الله يرحمها فعلا، هي مدرسة وسبقت جيلها الشاعرة، ويعني على هذا الموضوع أنا حضرت
ديوانها تدشين ديوانها الله يرحمها. وكانت الله. هي كان أظني من كم من أسبوع موجودة. من أسبوع تقريبا. لا لا هذا طبعا هذه المسابقة لكن نتكلم عن إطلاق الديوان كان نعم. في 2014 أتوقع صحيح 2014 وكان بحضور الشيخ نهيان بن مبارك نعم. وفعلا يعني لما تصفحت هذا الديوان الكبير رأيت فيه كنوز عظيمة فعلا, فعلاً. الإمارات تفخر بمثل يعني هذه الشاعرات وانت ما شاء الله ايضا ضمن هالشاعرات المتميزات الله يطول في عمرك. اليوم نحن نشوف ما شاء الله مجموعه من الشاعرات او الشعراء الاماراتيين متواجدين ما شاء الله في عده نوادي ثقافيه في فعاليات على مستوى الامارات بشكل عام وبالذات في فتره يعني اعياد الدوله. هل رأيك أن اليوم الشعر مقتصر فقط في المناسبات يعني لازم بس الواحد يوجد في المناسبات ولا ممكن اليوم أيضا يتواجد في حتى يخلق مناسبة للشعر بحد ذاته؟ أكيد لا يقتصر على المناسبات فقط. الشاعر يروم يغرد دائما وفي كل مكان فبس هذه المناسبات مثل ما تقول تبرز. هي نعم. وانتي أفكارك مثلا حتى مع نفسك يعني ما تظنين أنه ممكن يكون في مشروع بالك تواجد الشعري يكون يعني أكثر في المجتمع الإماراتي؟ ما فهمت. أقول من خلال أفكارك أنت ما تحسين أنه ممكن الشاعر يكون متواجد أكثر طوال السنة؟ هي لأن تحس شوية أنها مواسم صح تي وتختفي صحيح. فأكيد المفروض أنهم شوي يكثفون الفعاليات والمناسبات والأمسيات كذلك. وجود الشعراء المفروض ان نحن ما نسال نحن نستمع صحيح. فالحين ما نسمع شيء بعد ما نشبع اكيد ان شاء الله عليك. اقول هو سبب عشقي وغرامي لي عليها احيا واموت. هو سبب عشقي وغرامي لي عليها احيا واموت. كل ما صف الكلامي عم في شوفه السكوت. الله. هو سبب عشقي وغرامي لي عليها احيا واموت. كل ما صف الكلامي عم في شوفه السكوت. يا بعد شوفه عمامي يا بعد شوفه عمامي وكل ويه وكل صوت لي من اوصافه عدامي وانغدا في بطن حوت. الله. لي من أوصافه عدامي وانغدا في بطن حوت. شفته ويبست عظامي عشت في لحظة قنوت ولا على مثلي ملامي لو جهل كيف الثبوت. ولا على مثلي ملامي لو جهل كيف الثبوت. له عطر والله له عطر كنه مدامي غير عن كل الزيوت. فوعته طير اليمامي يوم من صوبي يفوت. الله صح لسانك صح بدنت صح لسانك ما شاء الله عليك. الشاعر بشو يتميز؟ هل يعني في بعض الشعراء نقرأ قصائدهم ربما تكون جميلة وتكون موزونة أكيد وبها مشاعر ولكن تجمل أكثر بإلقائها يعني للشعر والبعض الآخر ما شاء الله قصيدته يعني روحها تلقي نفسها صحيح. فكيف الواحد يعني ما هي العناصر الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها الشاعر بحيث أنه يوصل إحساسه كاملا مكملا؟ أكيد طبعا أن الشاعر لازم يرسم له خط واضح ويكون وايد على طبيعته ما يتصنع ويغصب يجبر نفسه على الكتابة. صحيح. أن هذا الشيء وايد يأثر على شكل القصيدة في النهاية. متكلف يصير الموضوع. فالمصداقية في الكتابة أنك ما تجبر نفسك وقت ما يجيك الإلهام تكتب ومثل ما قلت لك أنك تلتزم تختار لك لون تختار لك كاريزما مو بكل يوم في موضوع كل يوم بشكل. نعم. طيب أي حالة تحسين أنك تقدرين تنزفيها على ورق اللي هي حالة الحب الحزن الفرح بشو تقدرين يعني تعبرين عن نفسك أكثر على الورق؟
شوفي غالبا بالنسبة لي ومن وجهة نظري الشاعر يوم يكون مجروح يبدع أكثر صح بالحزن يكون أصدق صح؟ صحيح يقدر يوصف ولكن هذه على فكرة هذه صفات الأشخاص الكتومين صدق؟ يعني أنا كتومة شكلك كتومة أنت كتومة بس تفضحين نفسك في الشعر في الشعر هذه عاد اللي يفهم يفهم واللي ما يفهم الله يستر الله يستر جميل بالنسبة أيضا لدور وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في خدمة الشاعر أكيد تخدمها بشكل كبير صحيح كيف سخرتي هذا الموضوع لإيصال كلمتك لكل أطياف المجتمع؟ طبعا أنك تحافظ على أنك أنت تكون متواجد بشكل دايم بشكل مستقر بشكل منتظم نعم. وأكيد مدروس لأن لا زيادة في الظهور شيء حلو ولا أنك تختفي والناس تنساك هذا بعد شيء سلبي نعم. فأكيد هالشيء يعني محتاج دراسة عشان يعني تستخدمه بشكل صح نعم الحمد لله اختصرتي الجواب في طيب نسمع شيء قبل لا ينتهي وقت برنامجنا نحن طبعا بنختم مع القصيدة إن شاء الله والحين بنختم مع مشاهدينا يلا طبعا نقول إن شاء الله أن نشوفكم باكر بإذن الله في نفس الموعد والحين بنختم مع هذه القصيدة الرائعة من شاعرتنا الإماراتية المبدعة فاطمة أو فطيم الحرز وحاصدة على جائزة فتاة العرب نسمع الحين وعندك المايك السلام ما تكسر أقول مخطيت في حقك ولا يوم زليت جدمت لك طيبي على كل خيبة جيتك وانا ما باسوا كنت تهوليت ليت اهل ذيلك يا بني شفت ليبه قلبا على فرقاك لا حي لا ميت وكل ما يزيد الشوق يكثر نحيبه دمع القلب غالي ولو فيه شكيت بييك يوم تعرف صدقه وطيبه دمع القلب غالي ولو فيه شكيت بييك يوم تعرف صدقه وطيبه ما أذكر أني في الحياة قبل حبيت لكن صدف الأقدار فعلا غريبة طحت بهواك وليتني بك تهنيت طحت بهواك وليتني بك تهنيت لكن هذا حظي وذا نصيبه من كثر ما أحبك أنا صدق حسيت روحك لروحي بد خلق الله قريبه مشيت في عروقي مع الدم ضخيت ما ظن مثلي محب يعشق حبيبه بنيت أنا وسط المعاليج لك بيت حوله شير وغصونها لك رطيبه ما جد بخلت بثمرها يوم مديت وحضانها للظل كانت رحيبه ما جد بخلت بثمرها يوم مديت وحضانها للظل كانت رحيبة ليت التفت وشفتني قبل مقفيت لحظة فراقك صدق لحظة صعيبة رغم القسى عنك أنا ما تخليت رغم القسى عنك أنا ما تخليت يا ليت من عقب العنا قلبي تثيبه يا ليت من عقب العنا قلبي تثيبه سلامتكم